السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متتبعينا الكرام، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. كما كتشوفوا احنا الآن كنتواجدوا في واحد المدينة تابعة لتراب عمالة صخيرة التمارة. رسالة للمسؤولين، رسالة لذوي الضمائر الحية. كتشوفوا شي ما هنايا في اليسار، شي غيس هنايا، اقسم بالله العلي العظيم الى عيب وعار، اقسم برب الكعبة لقمة العار، قمة العار، قمة المنكر، قمة المنكر. الناس ديال مدينة عين عودة تعاني في صمت رهيب، والمسؤول فينا هو، المسؤول في خبر كان، المسؤول فينا هو، لان كما كنشوفوا الماء اقسم بالله العلي العظيم الى بالساعات وهو دايز هنايا، الماء بالساعات وهو دايز ولا احد حرك ساكن. الناس كانت كتجيها 100 درهم و 150 درهم ديال الماء في الورقه ديال الماء، قسما بالله الى الورق راهم كاينين. الناس جاتها 100 درهم الشهر اللي فات، الشهر اللي وراه 400 درهم، الشهر اللي وراه 400 درهم. راه حرام، راه حرام، راه منكر، راه غدا قدام الله غتحاسبوا على هذا الشيء. هنا شارع محمد السادس، هنا شارع محمد السادس، وما كاينش اللي ما كيعرفوش، ما كاينش اللي ما كيعرفوش. راه اقسم بالله العلي العظيم، راه الناس كتبغي تبكي في الاخر ديال الشهر. شكون المسؤول على هذه المهزله هذه؟ شكون المسؤول على هذه المهزله هذه؟ الماء خارج هنا، الماء خارج هنا، والله اعلم لا ما كانش الماء حلو. ها الماء حلو، هاد الماء هذا شنو المصير ديالو؟ ولا هانية نقسمو على الناس ديال عين عودة يخلصوه. الناس ما كيهضروش، الناس ما عارفينش، ما غيقولوا حتى شي حاجة. زيد لي بنادم في الورقة بلاص 100 درهم تجي 400 درهم، علاش؟ علاش بلاص 100 درهم تجيني 400 درهم؟ علاش؟ علاش غتجيني 400 درهم وأنا أنا وجوج الناس؟ اللهم إن هذا منكر. ومباشرة من شارع محمد السادس بجنبات بلدية عين عودة وأمام محطة الوقود أفريقيا، الماء بالساعات. أقسم بالله العلي العظيم إلا هذا منكر، هذا منكر. وبغينا الإخوان يبارطاجيو، وبغينا الحقيقة تبان، لأنه المخير في عين عودة الورقة ديال الماء كتجي في الشهر كيتلف، ما كيعرف باش تبلع، ما كيعرف ما يقول، كيمشي يحتج كيقول يخلص واحتج. راه المنكر هذا. واش الاب هو وجوج وليداته، ولا الاب هو ومرته، كتجي 400 درهم ديال الماء؟ هادشي راه ما كاينش، هادشي راه كنشوفو غير في عين عوده. حسبنا الله ونعم الوكيل. الاخوان بارطاجيو الفيديو باش الحقيقه توصل. هذه رساله للسيد العامل، بغينا يتدخل في هذه المهزله هذه، والله القسم الى مهزله، ومجموعة من الأمور في عين عودة غنبينوها ونهضروا عليها. والله إلا لا كيضر هادشي في الخاطر. بارطاجيو، الله يرحم الوالدين. والما راه باين شكون غيخلصو، هاكا جايه في الدرويش.